مساء الخير يا حضرات، أهلا وسهلا بكم في قناة أبو كيلو للهندسة والابتكارات. موضوع حلقتنا النهاردة عن طريقة تبديل شمعات الفلتر، هو 7 مراحل. ده زي ما شايفين قدامكم الشمعة بيقولونها ايه، والتانية هنحلهم قدام حضراتكم. خليكم معانا كده. هنحل يا حضرات اول واحدة، هنجيب المفتاح بتاع اللي هو زي ده كده، نثبته مظبوط. طبعا اول حاجة تقفل المية وتفصل الكهرباء. زي ما شايفين قدام حضراتكم وعلونها بيه ايه، وعلى الطبقة اللي عليها دي اول واحدة. شوف مجرد مسكتها في اصابعي عملت ايه في الاصابع. هنحل التانية، ودي التانية برضه تعبانة مش حلوة. هنحل الأخيرة، زي ما شايفين الصدى فيها عامل ايه اهو. شوف وعلون المية بتاعتها. شايفين المية لونها اسود. فكده هنقوم بعملية الغسيل، هنغسلهم وننظفهم مظبوط. طبعا يا حضرات هنقوم بعملية الغسيل، نشطفهم كده بالأتربة والحاجات اللي فيها، نشطفهم بمية بس بدون صابون عشان ايه ما يعملش ريحة. إذا انتهينا من عملية الغسيل بالشكل ده. كده هنركب الشمع. طبعا حضرات بعد ما
بعد ما انتهينا من عملية التنظيف بالشكل ده زي ما شايفين قدام حضراتكم، دي المرحلة الأولى. هنركبهم بالشكل ده، ودي المرحلة الثانية. طبعا المرحلة الثانية لها قلبة وعدلة، دي تبقى فوق اللي فيها الربل ده، ودي تحت ما فيهاش ربل عشان تبقى فاهمها. برضي هتسقطها بالشكل ده وتخليها مرتاحة في المكان اللي تحت. ودي المرحلة الثالثة. طبعا دي يا حضرات فيها ربل فوق وربل تحت، تحافظ عليه الربلات كده عشان ايه يبقى مسكر مظبوط، وتركبها بالشكل ده. كده جاهزين على التركيب، دي الاولى ودي التانية ودي التالتة. طبعا يا حضرات هنبدأ بتركيب المرحلة الاولى بالشكل ده. نحاول نبعد سنة لبره كده، ونقرب عليه بالشكل ده. كده تمام، خش على المرحلة الثانية برضه نفس النظام. نبعد الفلتر سنة على الحيطة كده عشان يقع في عمودي، والشمعة تيجي مكانها ما تتغيرش مكانها. ونقرب بإيدنا الأول زي كده، ونزود بالمفتاح. الآخر كده هنجيب المرحلة الأخيرة نفس النظام، نخليه عمودي كده، ونربط سنة كده لحد ما يمسك. كده زودنا عليهم تاني، كده هنفتح الميه يا حضرات. كده كله تمام، مفيش تنقيط ولا اي حاجة ولا تسريب. طبعا يا حضرات زي ما شايفين مفيش اي تسريب ولا اي تليج. شغلنا الموتور، شايف الضغط وصل لحد فين. كده العجب والفيلم، يا ريت تدوس لايك واعمل اشتراك للقناة. والى اللقاء في فيديو جديد، كان معكم ابو كيرو للهندسة والابتكارات.